تعاد الآن تدوير أجزاء باربي أشهر دمية في العالم لتتحول إلى مجوهرات يشتريها البعض بمبلغ يصل إلى 3000 دولار بهدف ارتداء قطعة من طفولتهم. استطاعت صانعة مجوهرات في نيويورك الاستفادة من أجزاء دمية باربي الشهيرة في صنع مجوهرات فريدة من نوعها. I used a raw diamond in the piece and actually a little bit of my own hair.